في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية ضراريا من توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة، مسبوقين قضائياً عن قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة مختصة في تخزين، نقل وتحضير المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة، مع حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وكذا أسلحة بيضاء من الصنفي الخامس والسادس بدون مبرر شرعي، تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليمياً. وبعد تنفيذ أذونات بالتفتيش، أسفرت العملية عن ضبط وحجز سلاح ناري، بندقيتي صيد بحرية، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر ب 160 مليون سنتيم، مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر ب 1695 أورو، 1 كيلوغرام من المخدرات الصلبة، 3968 قرص من المؤثرات العقلية، 103 غرام من القنب الهندي، مواد وأدوات تستعمل في تحضير المخدرات الصلبة، 32 سلاح أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام والأصناف، شماريخ نارية، بالإضافة إلى استرجاع مركبتين ودراجة نارية تستعملان في نقل وتوزيع السموم عبر الأحياء. بعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمياً.